بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني يقترح تغيير اسم الحرب التي تقام على غزة من سيوف الحديد إلى حرب القيامة. لماذا اختار هذا الاسم؟ أليس هذا الاسم اسما دينيا عقائديا، دلالة على أن التوظيف العقائدي في هذه الحرب موجودة؟ لماذا يحل الصهاينة استعمال والحديث عن الدين والعقائد بينما أدعياء التنوير والمتصهينون العرب في بلداننا يحرمون على كل إنسان الحديث عن العقائد؟ بل نسمع من أحدهم أن الحديث عن عقبة بن نافع والصحابة يصنع بيئة للإرهاب. الحرب العقائد بين الصهاينة وبين المتصهينة العرب وبين المؤمنين الحقيقيين بالإسلام، هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نقاش كبير في الكيان الصهيوني حول اسم الحرب على غزة. من قبلهم يعني أطلقوا عليها يعني اسم السيوف الحديدية. طبعا احنا أطلقنا عليها وأطلق عليها من المقامة اسم طوفان الأقصى. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أعلن إن هو عايز يغير اسم الحرب. فكما ذكرت عربي بوست، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير اسم الحرب التي يشنها على قطاع غزة من السيوف الحديدية إلى حرب القيامة أو حرب النهضة. رأى البعض أنها لهذا التغيير أبعادا دينية، حيث يسعى نتنياهو لتصويرها كمعركة فاصلة بين الخير والشر. اعتبر آخرون أن الاسم الجديد يستند إلى استشهادات متتالية من التوراة ومستلهما من قصة عماليق وأبناء النور وأبناء الظلام. قال نتنياهو في جلسة خاصة للحكومة في الذكرى السنوية الأولى لهجوم أكتوبر 7 أكتوبر إنه يريد إعادة تسمية حرب السيوف الحديدية إلى حرب القيامة. وقال لكن رد عليه زعيم المعارضة الإسرائيلية إن لن تقوم قيامة حتى يعود جميع المختطفين والنازحين إلى ديارهم. يمكنك تغيير أي عدد تريد من الأسماء، لكن لن تغير حقيقة أنه في عهدك حدثت أفظع كارثة لشعب إسرائيل منذ قيام الدولة، هذه حكومة الذنب أو الذنب. الاسم الجديد كما علق أحد الكتاب والأستاذ ياسر الزعتر وجزء من الهستيريا الدينية التي تلبست نتنياهو منذ 7 أكتوبر إلى آخر هذه التعليقات. طيب نتنياهو معروف أنه شخص علماني، ما هوش متدين بمعنى يعني، واللي يقرأ كتابات اللي تحلل شخصية نتنياهو دينيا وسياسيا، لا الرجل يعني، لكن شأنه شأن العلمانيين الفالصو. العلماني الفالصو هو دايما يصدر لك أنه لا مش مع الدين، لكن لما يبقى في مصلحة للدين في للسياسة للحاكم يسكت ما يتكلمش يصهين. العلماني اللي هو علماني بمعنى العلمانية الحقيقية لا، يعني عنده اتساق، وهذا في عالم الايديولوجيا قليل من الناس من يكون عنده هذا الاتساق. المهم الشاهد يعني قال الكلام ده في الوقت اللي ابراهيم عيسى بيلقح على ان كتب الدين الحديث عن خالد بن الوليد وعن عقبة بن نافع والصحابة ده بيخلق جو من الارهاب والحرب والميل الحرب. تمام، طيب يا ابراهيم رايك ايه بقى كلام نتنياهو؟ ورايك ايه في دولة اسمها اصلا اسرائيل ده اسم نبي سيدنا يعقوب، والنجمة نجمة داود، والارض ارض الميعاد، والهيكل هيكل سليمان، يعني كل شيء في هذه الدولة المزعومة كله يرتبط ارتباطا وثيقا بالاعتقاد والدين. وعايزين احنا لما نحارب الناس دي ولما نقاومهم لا نتخلى عن الدين، نخش بلابيص او بالحملات بتاع الاخ ابراهيم عيسى. طيب فين بقى كل هؤلاء؟ داليا زيادة على اسلام البحيري، على خالد منتصر، على يوسف زيدان، على عد بقى، عد فين التعقيب على ده؟ ولا حاجة. ولذلك يستشهد هؤلاء بالتوراة عادي، دي ناس سياسيين يلبس الطاقية بتاعتهم دي عادي، إنما مرسي الله يرحمه يروح يصلي في جامع، كم تكلفنا صلاة الجمعة اللي بيصليها مرسي؟
الحرس اللي بيصلي مع مرسي، الجامع اللي عمل مرسي في او المصلى في الاتحاديه، ده دلاله على ان الناس جواها ارتكارية من كلمه دين، من كلمه اعتقاد. واذا كانوا هم يعني مؤمنين بنصر اكتوبر، 6 اكتوبر، 6 اكتوبر كان الشعار الله اكبر، وكان العاشر من رمضان، وشؤون المعنوية كانت دائما تأتي بالمشايخ والعلماء لبث روح الإيمان في النفوس، لأني عشان تواجه هذا الاعتقاد الباطل شعب الله المختار تقابله بالأمة الوسط، خير أمة أخرجت للناس، من غير تعالي على الناس بإيه؟ تؤمنون بالله، تؤمنون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مش عشان بالغطرسة، لا، بخصائص وأسباب وأفعال نقوم بها، فإذا تخلينا عنها وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم، مع ما فيش عندنا صك وغفران ولا يعني ضوء أخضر متاح لك على طول الوقت تقول ما تشاء، أبدا أبدا. فإذا النقطة مهمة هنا، طب ومع ذلك نتنياهو وجد من يقف ليناقشه، لا ما تطلعش برا الموضوع، احنا كلامنا عن الأسرى. ثم كثرت الاستشهاد في الآونة الأخيرة بنصوص التوراة والتذكير بهذا التاريخ والماضي والكتاب المقدس والعهد القديم. طيب هل عندنا هذه الروح عند هؤلاء؟ طبعا هي عند الأمة المؤمنة موجودة. لما بيطلع أبو عبادة يتكلم ويقول لك يعني انت مش عارف ايه وتجادوا بالفنادق مش عارف كذا، طيب والناس اصلا تستشهد تحت الارض ويتكلم ولا يخطئ لا في لغة عربية ولا في وجمل مرتبة، يطلع لك ناس زي هؤلاء لا ينبس ببنتي شفا. طيب هل ممكن تعقب بقى كل اللي ذكرت اسمائهم دول وده ليا زيادة وغيره في اني دي حرب دينية؟ ما هو اعلانها حرب القيامة، يعني ايه القيامة؟ او حرب النهضة، يعني ايه يعني النهضة؟ اي نهضة؟ نهوض ايه اللي لما مرسي عمل يعني مشروع النهضة اتقعدوا يتنقوروا عليه ويسخروا ويهينوا ويعملوا، هل حد هيتكلم على حرب النهضة بتاعت نتنياهو؟ لا، ولا هيكلموا حتى على صد النهضة بتاع اثيوبيا، خلاص، لان عارف ان الكلام فيه معناه بيبقى كلام على السيسي، ما يقدرش يتكلم. لما السيسي يستشهد بنصوص عادي، لكن لما يستشهد حد اخر باسم الاسلام لا مش عادي، نهيج عليه ونتكلم ونتنطط. دلالة على ان هؤلاء الناس يعني فلسوا فلسوا، ودلالة على ان حتى نتنياهو الكيان فلسوا، واتباعه واذنابه من الصهاينة العرب ايضا فلسوا، ليسوا لا اصحاب مشاريع لا تنويرية ولا تجديدية ولا حقيقية ولا مشاريع لها اي ادنى من التقدير او الاحترام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحرر ارضنا ومقدساتنا من دنس المحتلين الغاصبين، اللهم آمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.